وطبعا لكوبا وللجزائر دور مهم اولا في ادانه هذه المجازر التي ترتكب اليوم في فلسطين من قبل طبعا اسرائيل، وما بمسانده كل قضايا العادله في العالم مثل ما كنا بعد 63 بمسانده كل حركات التحرريه في القاره الافريقيه وغيرها. فدائما كوبا والجزائر كانت معا، ونكون اليوم معا وسنظل معا. فاليوم الموقف هو موقف التوحد والتوحيد لمسانده كل القضايا العادله في العالم. وهذه هي اعتقد بان هي الرساله الاخرى من هذا الحدث الذي نحن اليوم نذكره.